أم كلثوم وقصة الوردة الحمراء. في منتصف الأربعينيات شعرت أم كلثوم بألم قاسي أسفل جنبها الأيمن بعد التشخيص المبدئي. تم اكتشاف التهاب الزائدة وأصبح من الضروري إتمام العملية. في تلك الفترة بالرغم أعلى الإمكانيات الطبية بمعايير زمنهم، كانت فكرة شق بطن مريض بإجراء عملية جراحية له خطوة مليئة بالمخاطر وغير مضمونة على الإطلاق. قبل هذا التوقيت بقليل كان قد وقع خلاف عنيف بين أم كلثوم وبين صديقها الشاعر الكبير أحمد رامي، خلاف في وجهات النظر الفنية، تطور إلى مشادة كلامية بينهما ثم إلى ما يشبه القطيعة بسبب تمسك كل طرف برأيه. وكان الناس يتساءلوا ليه رامي غاب عن المشهد تماما، ورغم ان المستشفى لم تكن تخلو من الزوار، فان غياب الصديق المقرب او الاستاذ كما كانت تحب ان تنادي ترك ألما في نفس ام كلثوم. وعلى الجانب الاخر كان الشاعر الكبير احمد رامي مترددا في امر الزيارة، هو الذي اعتاد ان كرامته خط احمر لا مساس به حتى لو كان الثمن خسارة أعز الناس على قلبه، ولكنها أم كلثوم. حسم تردده سريعا وفجأة دون سابق إنذار قال الواجب والأصول، فاتصل بها وقرر أن يزورها، وتعمد اختيار وقت متأخر بعد مواعيد الزيارة الرسمية حتى لا يراه أحد، ودخل عليها يقدم قدم ويؤخر الأخرى ممسكا في يديه وردة حمراء كبيرة. رفعت حاجبها ونظرت إليه نظرة عتاب ولوم دون كلام، وكي لا تظهر غضبها منه بسبب عدم سؤاله عنها وجهت إشارة بسخرية على الوردة اليتيمة التي يحملها وقالت وردة واحدة ولا كتر خيرك. استقبل رامي سخريتها كعادته بابتسامة ورد عليها بسرعة قائلا أنا كنت هجيب بوكيه كامل، ولكن فكرت وقلت لما أم كلثوم تتهادى بورد مش لازم تكون صحبة ورد كتيرة، بالعكس ممكن تكون وردة واحدة بس، لكن بشرط تكون أحلى وردة فيهم. الجملة كانت منطقية لطيفة، فذابت كثيرا من جبل الثلج بينهما، خصوصا ان الوردة فعلا كانت جميلة وملفتة، والموقف رغم بساطته كانت بداية لشكل علاقة صداقة ناضجة بين الاثنين استمرت حوالي 35 عاما. ورغم عدم اعتراف ام كلثوم بحب رامي وتأكدها أنها تحب فيها الشاعر وليس الرجل إلى أنه عاش متيما بها حتى رحيله، ووقف الشاعر الكبير أحمد رامي مطلع فبراير عام 1976 أمام الرئيس الراحل أنور السادات والأديب يوسف السباعي والكاتب رشاد رشدي في الحفلة الخاص بالذكرى الأولى لوفاة أم كلثوم بأكاديمية الفنون إياق قصيدته الأخيرة التي كتبها في رساء لها، حيث تغلب الشاعر على الاكتئاب الذي أصابه وقت راحلها، ترك فراشه وذهب لإلقاء قصته. جاءت أبيات الشاعر الكبير أحمد رامي لتحكي قصة حب لم يهزمها القدر وإن كانت من طرف واحد فقط. بدأت منذ أن التقى الشاعر بأم كلثوم وغنت له، حيث تجاوز تعلق أحمد رامي بها مرحلة الحب على حد وصفه، وصل الحد التقديس. واعترف رامي بهذا الحب العميق الذي يحمله بين جوانحه لأم كلثوم في حوار صحفي طويل كان قد أجراه معه الكاتب محمد تبارك، وقال نصا أحببت أم كلثوم حتى التقديس ولم أندم لعدم زواجي منها، والآن أعاني الاكتئاب منذ أن غابت عن الدنيا ولم يبقى عندي غير الدموع، فقد بكيت كثيرا في طفولتي وشبابي والآن أبكي أكثر بعد رحلها. وظل الشاعر الكبير أحمد رامي يحتفظ بخاتم في يديه كانت أم كلثوم أهدته إياه على مدار 30 عاما، ولم يتجرأ الشاعر العاشق على خلعه من يديه حتى إثناء الوضوء، وظل في إيده حتى رحيله.
وكما عاش الشاعر الكبير أحمد رامي حياته عاشقا لأم كلثوم، ارتضى أيضا الموسيقار محمد الأصبجي أن يصبح عوادا في فرقتها الغنائية ويترك التلحين باسم الحب، أملا في أن يعطف عليه قلب أم كلثوم ذات يوم. ولكن رحيل الأصبجي وقلبه ينبض بلحن أغنيته رق الحبيب التي غنتها أم كلثوم، ولسان حاله يردد مقطع منها الذي يقول: وإيه يفيد الزمن مع اللي عاش في الخيال؟